السلام عليكم، مرحبا بكم معنا مره اخرى في شويه الحلقات مع ام سعد. اليوم غادي نديروا ان شاء الله البطبوط معمر. لا ما حطيتوش، بطبوط صغير معمر بمقادير اللي هما ساهلين وبساط وكاينين في الدار وكيجيو ولاد بزاف، كتحط في المائده ديال رمضان. على بركه الله ندوزوا للمقادير. عندنا البطبوط هنايا صغير معمر، هذا اللي كيتحل. هذا عندنا هنايا واحد الخلطه، عندنا الكاشير، فرماج احمر، لاداند فيمي، زيتون مقطع، زيتون خضر مقطع. عندنا هنا الخس مقطع رقيق حتى هو. عندنا هنايا البيض مسلوق ومحكوك، وعندنا الطون، زيت البلدية، عصير الحامض، شوية الملحة وشوية البزار. الملحة غير جوست الخس والبيض، هي شي شوية حيت شي لاخر كل شي مالح. هادو هما المقادير، وندوزو ان شاء الله للطريقة. كنبداو بالخس. بسم الله. نزيدو عليه البيض. بديت بالعاني بهادو باش ندير ليهم الملحة والبزار حيت الاخرين مالحين. شوية الملحة، شوية البزار، عصير ديال الحامض، شوية الزيت، تقريبا شي معلقة الزيت بلدية. كنخلطو. سهل هادشي، كلشي ساهل. كيف قلت لكم مكونات راه غالبا غتكون عندكم في الثلاجه، وكيجيو ولاد بزاف. هاد الوصفه كاين اللي كيبغي يدير معاها المايونيز، هي ما كتجي زوينه بالمايونيز ولكن ماشي صحيه 100%، حيت بلا مايونيز كتجي بنينه. دابا نزيدو هادشي كامل في مره، ماشي ضروري تعبروا الفرماج ولا لادان فيمي ولا انا، كل حاجه هزيت منها شويه وصافي. وكتعطينا كونتيتي كثيره، ها نتوما كتشوفوا. بسم الله. طون، دابا كنخلط كلشي. نحل هاد الطون، كنخلط كلشي وكنعمر البطبوط ديالي هكا. غادي نكمل تخلط ونتلاقاو باش نعمرو البطبوط. ها هما البطبوط ديالي كنعمرو، كيجي بهاد الطريقه زوين، حتى المنظر فيه زوين. وما نقول لكمش على اللذه ديالو حتى يأذى ان شاء الله المغرب. ما كندير هاد الوصفه بزاف، راه لذيذ، كنتمنى تجربوها والله لذيذه بزاف. التقديم النهائي ديال البطبوط جا على هذا الشكل، وكيف قلت لكم كيعطي كميه كثيره. راه عمرت هنايا 30 بطبوطه وشاط ليا مازال الحشوه. هذا هو التقديم النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تجربوها. واللي ما مابونيش يتابونا، ديروا لايك وبارطاجيو مع صحابكم، ولا كاين شي تعليقات مرحبا.